الأمطار والسيول أغلقت كل شيء. سيارات فارهة تعوم وسط الماء كالقوارب. كل المخلوقات تنادي أغيثونا. هنا دبي، هل هو غضب الطبيعة؟ هل نتج ذلك عن برامج الاستمطار السحابي أو تلقيح السحب؟ وما هو هذا البرنامج من الأساس؟ أسئلة كثيرة تتردد في الأفق بعد السيولة التي شهدتها الإمارات، فدعونا نبدأ ونجيب. بداية، الموجة الأخيرة تعد الأعلى في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 49. وأكد العلماء أن ما حدث في دبي بالتحديد هو تحذير شديد اللهجة لما سيحدث مستقبلاً نتيجة التغيرات المناخية. العالم كله في خطر. تلقيح السحب مفهوم معقد للغاية، يعني التدخل الإنساني لتعديل حالة الطقس بمحاولة سحب المزيد من الأمطار أو الثلوج من السحب أكثر مما يحدث بشكل طبيعي. عزيزي، قطرات السحاب لا تتشكل تلقائيا، بل تحتاج الرطوبة إلى شيء لتتكثف عليه، تماما كالماء الذي يتكون على جانب كوب بارد من الماء في يوم حار. وفي السحب هناك ما يسمى بنوى التكثيف، وهو عبارة عن جزيئات صغيرة جدا في الهواء يمكن للرطوبة أن تلتصق بها. من خلال التلقيح السحابي يتم إضافة المزيد من تلك الجزيئات إلى الهواء، فتطير الطائرات عبر السحب الموجودة وتحقن جزيئات صغيرة من مواد مثل يوديد الفضة بهدف خلق المزيد من قطرات الماء والجليد. ونأتي للسؤال الأهم، هل ما حدث ناتج عن برنامج تلقيح السحب؟ مسؤولون في المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات ذكروا أن الأمطار لم تكن ناجمة عن تلقيح السحب، وأكدوا أنه حتى لو حلق البرنامج بطائراته في السماء قبل حدوث العاصفة، فمن غير المرجح أن ينتج هذا الأمر أمطاراً أكثر مما كان سيهطل بشكل طبيعي. حفظ الله الإمارات وشعبها.